لقى بعد كل الانتظار اللقى. يلا نشوف لقى. بعد 5 سنين من المعاناة كان عندي تكيسات وسكر وحصل حمل قبل كده وحصل إجهاض بعديها، عملت منظار. أنا جاي النهاردة عشان أولد وعايزاكوا تشاركوني فرحتي. يلا بينا. صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين. عيد أضحى مبارك. احنا داخلين النهاردة بتاريخ حافل من تكاسي مبيضين اللي ليه علاقة بمقاومة الإنسولين، بدورة ما بتنزلش، بضغط ارتفع، بسكر، بمنظار اتعمل قبل كده، بحقن مجهري، بحمل في توأم فينزلوا في 20 أسبوع، والنهاردة داخلين الحمد لله أخيرا بعد الانتظار داخلين بقى. يلا نفرح ويلا لقى بعد كل الانتظار اللقى. يلا نشوف لقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية اللقى فتحنا فتحة صغيرة بنصرصب المية اللي حوالين البيبي، فتحنا فوق شوية البيبي بتاعنا. لقى لقى بتعيط وهي جوه البطن اهو، واحنا كويسين الحمد لله رب العالمين. يلا نطلع بالراحة كده، بالراحة جسمنا يطلع كله. يلا يلا